طب الله يخليك، الموضوع ده عليه حصل تاني؟ يعني ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه يا نوجع؟ ايه؟ عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجا؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضية، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ، صباح الخير يا استاذ يا استاذ. صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. لا انا ايه اشرف؟ لا انزل بقى. حاجه غريبه قوي. اوعى الشنطه، اوعى الشنطه، مش اوعى. انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يا ولا اعرف. انا باخد اوعى الشنطه. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله ما اقصد اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش معلش، اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيهم؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترافع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شايل المحامي، انا اللي هترافع. نعم؟ أنا اللي هقف مساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعات. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في إيدك مني كحيانة، تروح قافش مني ميالة، وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، أنت هتفضحني في الشارع. ما تشوف. طب حل. المهم يلا. أنت قلت لي أنت مين؟ خدمتك أم أحمد. طب عدي يا حاجة وأعلن عن قدومي. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه؟ خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابن متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه، ما انا فاهم يعني، هو يعني في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشه واتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا، ابن متهم في قضيه اغتصاب. هو متهمينه في قضيه اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا، ده الاكبر ابن برقبتي، ده دور عاملاه البنت واهلها، طمعانين في العز اللي انا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي انا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه يا أشرف؟ أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي دي، ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. كفايه بقى، مش سامعاك كويس. ما
طلوش بس ما انت بتتوشوش مش سامع خير. ايه بتقولي حكلي بفاتي. يلا باي. ارجو حاجة ان انا ما كنتش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيلة في بستان. لا جاي اخد كلمتين في القضية يعني. بحسب البستان. ايه اصلي سمعتها بوسة. انت فاكرني ايه؟ اصلا انا شريفة وعفيفة وظريفة وشرفي بحبني بالليفة. ابني كنت الليفة يا حاج حبي يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاكي ده وشوفي الافوكاتو يمكن نطلع منه بمصلحه. طب يلا بقى باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس في ثواني. ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 ده سعد اخويا. اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه يا راجل؟ لا 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 دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي. ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها بالرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. اقول لك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس في ثواني ثواني. اوعي بعد ما اشرب. انت رايح فين؟ اجي لك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص نتقابل في الجلسة. باي. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن هذا المرتهن الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة. ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعالي يا غريلة. سيد الرئيس، مش فين الشهدة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكوا وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليكي، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. وعلى حسب أقوالك برضك في النيابة إنك قلتي إن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ؟ نعم؟ هنا؟ بعد إذنك المكالمة في صلب وعمق القضية. اتفضل.
انا اللي بتصل انا. ايوه ردي يا حاجه، ردي ردي يا حاجه، فتح الله عليك، ردي ردي. الو الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نبيلة الحايح مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. طب ده رقم تليفون ساعتك مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك اثناء الحادثه صح؟ اجل اجل. انا بس حبيت اثبت لسياده المحكمه ان دي النمره الخاصه بالملدعيه اللي كانت معاها اثناء الزعططه، وكان عايز ياخد منك الموبايل صح؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب ازاي يا ست رايز حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمه لا تقل عن 10-12 دقيقة، وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركه نفسها بتاعه المحمول، بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل، بس يحصل بقى ساعتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا أم هتظبطي. يلا باي. نبيلة انت نمرة الموبايل بتاعك 013-45-31-1. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضورياً أولاً بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالتها إلى نيابة العام وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها، وثانياً براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة. حضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما نفضلها مكان. يا باشا يا باشا البشوات يا دكتور يا مستر سكلانس، احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانية خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد، عايزين نقف على الفلوس، نفضل نطول 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 من علوها نلمس برج الجزيره، ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس. اتكل على الله. حلوه قوي، هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر سكلانس. قدامي. ولكم سكولانس. شوف بقى، دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة، الأهل، الجيران، الحي اللي أنت اتولدت فيه، العشرة القديمة يعني. شيل إيه؟ شيل شيل ذكريات طفولة إيه؟ وناس ايه وجيران ايه وعشره قديمه ايه؟ ده حتى اسمها مش حلو، عشره قديمه زي الجبنه القديمه. شيل. هايل. عايز الناس دي كلها انساها. انسى ايام الفقر. عايز ابقى شاب جديد. اعمل لي اكونت ونزل لي الايس بوكس. هايل. حياتك كلها